بسبب الوقفات كان مفروض استقبل قبل بشويه المخرجه والممثله باتي تاوت اللي قلت لكم هالشيء اول نهار، ما رح نقدر رح نرجع نعيد هالمقابله غير نهار. بس ضيفي اليوم وبقينا على الموعد بالمبدا عماد فخالي، كيفك؟ ماشي الحال، تمام. كيفك؟ الناس عم تشوفك هلا بيخترب الحي، خربت الدنيا و... يعني شو القصه؟ اول شيء بدي اقول مرحبا لك ولكل جمهور الام تي في، وخاصه المشاهدين يلي عم بيتابعوا بقوه اخترب الحي. شو القصه؟ القصه هلا بنخبرك شو القصه، هلا بنحكي عن القصه بتفاصيل. لكن بس للكم واحد منكم يلي مش عارفين شو القصه، اخترب الحي المسلسل الجديد على الام تي في يلي عم بيقطع 5 مرات بالاسبوع على الساعه 7، يعني عم بياخذ ضجه كثير كبيره، الناس عم بتحبه كثير. بالنتيجه ايه، بنحب الانتاج اللبناني، بنحس اقرب علينا، ممثلين صار في ممثلين كتار بنحبهم بيمثلوا بشكل جيد، وانت واحد منهم عماد. ميرسي. اخترب الحي هو مسلسل طويل، يعني منه مسلسل قصير، تقريبا 180 حلقه. نحن بعدنا عم نصور المسلسل، عم يطلع مثل ما انت قلت ديلي، يعني من الاثنين للجمعه على السبعه. صار له بس اسبوع واحد على الهواء، واكيد دليل نجاح المسلسل انه بعد اسبوع واحد انا ضيفك. بس قد ايه مصورين؟ لقديش لقدام؟ نحن تقريبا بالاربعينات صرنا عم نشتغل. شو فينا هيك، شو فيك تخبرنا؟ ما بعرف، بدك هنتات يعني على المسلسل او على الكاركتر؟ يعني انت قل لي. لا بنحكي كاركتر بس، ما زال عندك انت معلومات انه شو بده يصير بعدين للناس اللي بالها ما كثير طويل؟ لا، الناس اللي بالها ما كثير طويل مش ضابطه. بدهم يطولوا بالهم، بدهم يروقوا. المسلسل فيه عده قصص مثل ما العالم صاروا شايفين، يعني مفتحين كثير قصص مع بعضهم. هون اكيد بنوجه تحيه للكاتبه كريم رزق الله، و بحب وجه كمان تحيه للمخرجه جيسيكا طحطوح يلي هي من فتره كانت ضيفتك. صحيح. حكيت عن المسلسل قبل ما ينزل. صحيح. واكيد للمنتج مروان حداد يلي استاذ مروان اللي هو كمان كان حابب يعمل انتاج درامي طويل. المسلسل فيه كتير قصص، في شخصيات بتفوت بالمسلسل باوله، في شخصيات بنشوفها بعدين. هذا شيء كتير طبيعي لانه منه مبني على بطل وبطله، يعني بس وحدهم. درامي اجتماعي. انا اللي بحب اقوله انه المسلسل عم نشوف هلا صور عم يقطعوا هون صور لفريقكم، فريق الانتاج جوال. هذا كنا عاملين سربريز عيد جوال على السيت. المسلسل هو اجتماعي. اللي بقول لك اياه البير انه اللي صرت عم بسمعه من العالم، اللي صرت عم بسمعه من العالم، يعني انه كلهم حابينه. اول شيء حابين بالمسلسل انه المسلسل موجه لكل الاعمار، يعني في يحضره ابن 10 سنين، في يحضره ابن 80 سنه وما بحس انه في شيء مش لاله، لانه فيه عده شخصيات، فيه عده انماط، فيه اكيد فيه خط كوميدي، فيه خطوط دراميه، وفي انه انا شخصيتي بالمسلسل ما بتشبه ولا اي شخصيه ثانيه لعبتها، يعني الشخصيه اللي هلا عم بشتغلها ما بتشبه شيء قبل. فاول فيدباك كان من العالم انه ما كانوا حابيني، كانوا كرهانيني لانه كنت عم بلعب الباد جاي بس بطريقتي. يعني رح تبقى باد جاي لحد هلا مفروض، يعني عرفت، لحد هلا مفروض. هو حتى المسلسل بعده كمان بيطور الكتابه، يعني نحن عم بينكتب وعم يعني بتصور. بتكتشفوا سكريبت، توصلوا على التصوير. بس عندنا هيدلاينز. عندكم فكره عامه شو بده يصير بالمسلسل، ولكن شو راح يصير بتصويركم بالذات النهار؟ يعني اوكي وصلكم سكريبت بركي قبل بالليل قبل بالجمعه، ولكن عم تكتشفوا كمان بركي قبلنا ابكر منا، ولكن عم تكتشفوا كمان شو كيف عم تتطور القصه. صح، هذا الشيء لك بمطرح معين بيعطي غنى للكاركتر، انه انت في ديفرسيتي، في اشياء بدك تشتغل على حالك عليها، يعني منه كاركتر انت قريته خلص كومبليتلي ورسمت الشخصيه براسك وما رح تعملها الا هيك. نحن هون لا، في تنوع، وبذات الوقت ما بتوقع بالرتابه بالاداء، منه مونوتون. انت كل فتره عم بيتغير شيء، كل شوي بتلاقي في شيء جديد، يعني لحد هلا. بس لما انت كممثل عماد بدك، يعني في شيء اسمه كومبوزيشن دور، ما هيك؟ عندك دور شخصيه بدك تركب، بركي تعمل ريسيرش معينه، تعمل ابحاث معينه. الهيدلاينز موجودين الهيدلاين من الاول، من الاول حكينا فيهم. بس اكيد بيفرق انه
لانه لما انحكى بالموضوع مثلا لما اجتمعت انا وجيسيكا المخرجه اجتمعنا انا وياها وكان عندنا تقريبا رؤيه واحده للقصص انه انا وياها ما بنشوف الحياه ابيض واسود، يعني حتى الزلم السيء بمطارح معينه هو منيح او حسب مع مين، يعني في يكون حدا كثير سيء معك بس معي انا خواجه، فلانه نحن متفقين على هيدي الفكره بتعطوا بركي ابعاد اكثر كمان للشخص اكثر انه مش ابيض واسود. عماد بدي اعتذر منك كمان، رح ناخذ وقفه سريعه وبتمنى نرجع نلتقي قبل ما نخلص حلقتنا.